اعتمرت عليها لبس الجوارب. الجوارب لا بأس بها للمرأة، تلبس الجوارب وتلبس ثيابها العادية وتحتجب كمال الحجاب عن الرجال، إلا أنها لا تلبس البرقع على الوجه ولا تلبس النقاب ولا أو النقاب ولا تلبس القفازين على اليدين، جوارب اليدين الكفين لا تلبسهما وهي محرمة، يحرم عليها هذان الشيئان فقط. نعم.